السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. سأجيب يعني عن سؤال يطرح دائما علي، من هو الأرخص بالنسبة لتحويل الأموال؟ هل من باي بال يعني نحو البنك المحلي يعني في بلدك، أو من بايونير إلى بنكك المحلي؟ يعني من الأفضل، هل هو باي بال أم يعني بايونير؟ سابقا يعني قمت بشرح طريقة تحويل الأموال من حسابك في بايونير إلى حسابك البنكي في بلدك، يعني تقوم بإرسال الأرباح من بايونير إلى ماذا؟ إلى بنكك مثلا في المغرب. كذلك قمت، هذا هو الفيديو السادس من سلسلة بايونير. سأترك لكم طبيعة الحال الفيديو في صندوق الوصف. وبالنسبة لباي بال، كيف ترسل أرباحك من باي بال إلى بنكك المحلي؟ مثلا نحن في المغرب، أي بنك، المهم يجب أن تتوفر يعني على بعض الشروط بالنسبة لباي بال. إذا يجب عليكم أن تشاهدوا هذا الفيديو، هذا الفيديو الرابع بالنسبة لنا يعني ولجميع الدول العربية، لابد من مشاهدة هذا الفيديو بالنسبة لباي بال. أما بخصوص بايونير فالطريقة تعمل مع جميع يعني الدول. إذا سنبدأ على بركة الله وسنشرح يعني هذا الجدول. قمت بوضع يعني الأمور والتفاصيل يعني بالتدقيق. إذا سنبدأ بباي بال. إذا قمت بإرسال 268 دولار، يعني باستعمال هذا التحويل، هذا يعني الذي يعني قدمه باي بال، يعني باي بال هو الذي أعطى التحويل هذا. يمكنكم مراجعة الفيديوهات حتى تفهموا. إذا سيعطينا التحويل هذا باستعمال هذا السعر التحويل، سيعطينا 2362.78 درهم. جيد. كذلك بالنسبة للاقتطاع فهو 48 درهم عن أي مبلغ ترسله، يعني حتى وإن أرسلت مثلا 2000 دولار فسيبقى نفس الاقتطاع. أما بالنسبة للتحويل فهو يتغير على حسب يعني سعر التحويل في ذلك اليوم. أما في خصوص المدة فهي 3 أيام، وبطبيعة الحال المبلغ الذي توصلت به هو 2314.78 درهم في غضون 3 أيام، وجدتها في حسابي البنكي، يعني لم تبقى في البطاقة البنكية، فهي دخلت مباشرة إلى الحساب، يعني يمكنك سحبها عبر الشباك الأوتوماتيكي. هذا يعني جواب لسؤال الإخوة. أما بخصوص بايونير فلقد أرسلت 113.56، يعني بعد تطبيق هذا التحويل هذا يعني .70، هنا .81. إذا هنا ستشاهدون أن يعني سعر التحويل رخيص، يعني وأعطانا 988.7، وكد الاقتطاعات صفر، وسأشرح لماذا الاقتطاعات صفر. إذا هذا المبلغ الذي سأتوصل به، يعني نفس المبلغ الذي سأتوصل به بطبيعة الحال في غضون 3 أيام في حسابك البنكي، ويمكنك سحبه من الشباك الأوتوماتيكي. إذا لماذا هنا يعني سعر التحويل رخيص شيئا ما؟ لأن الدولار في ذلك الوقت كان يعني شيئا ما رخيص. كذلك يعني تدخل حتى اقتطاعات بايونير، يعني اقتطاع كامل في سعر التحويل واقتطاع بايونير، لهذا وضعت في الفيز صفر، لا توجد يعني صفر، فهي مدمجة في سعر التحويل. يعني راجعوا الفيديو وستفهموا ماذا يعني أشرح هنا. إذا هذا هو يعني الفرق، وكذلك المدة فنفس الشيء. إذا ستقولون لي، إذا فمن الأفضل بالنسبة لك أخ حكيم؟ من الأفضل؟ الأفضل فهو يعني على حسب يعني الأرباح التي لديك، وكذلك الظروف. بالنسبة لباي بال، أول حاجة فأنت ستحتاج إلى بطاقة بنكية فيزا انترناشنال، يعني يمكنك الشراء بها عبر الإنترنت، ويجب أن تكون فيزا. راجعوا حلقة يعني باي بال، الفيديو الذي سأترك لكم في صندوق الوصف، لكي تروا يعني مثال وتفهموا الأمور. هذا هو العيب الأول بالنسبة لباي بال. إذا ستحتاج لربط الباي بال ببطاقة بنكية، مثلا او شوبين بالنسبة للسي اش، مثلا البي ام سي او لديهم كذلك فيزا، اعتقد الشعبي كذلك، لكن هذه البطاقات فهي شيئا ما غالية. البطاقة الرخيصة لحد الآن هي بطاقة او شوبين بالنسبة للسي اش،
والبنوك الأخرى لا توجد لدي يعني فكرة، ربما 200 درهم في السنة أو لا أعلم. المهم هذا هو العيب، تحتاج إلى بطاقة، على عكس بايونير لا تحتاج إلى أي بطاقة بنكية، تحتاج فقط إلى حساب بنكي كيفما كان، تربطه مع بايونير ويعني تقضي الغرض. إذا من الأفضل ومتى أستعمل بايونير أو باي بال؟ سأقول لك، إن كنت سترسل مبالغ كبيرة يعني $500 فما فوق، من الأفضل أن تستعمل باي بال. لماذا؟ لأنها ستكون رخيصة بطبيعة الحال، الفيزا يعني يجب أن تكون لديك الفيزا في الباي بال، يعني هو مربوطة بباي بال. إذا $500 فما فوق استعملوا باي بال، $500 يعني وما تحت يعني $200 $100 $50 يعني المبالغ أقل من $500 استعملوا بايونير، فهي يعني رخيصة بالنسبة لمبالغ الصغيرة. إذا هذا يعني كل ما يخص بالنسبة لمن الأفضل، فيعني وضحت الأمور. وبالنسبة للإخوان الذين يسألونني هل يمكنني ربط بطاقة فيزا لبنكي المحلي مع بايونير؟ أخي لا يمكن، لقد شرحت هذه الأمور في سلسلة بايونير، لاحظ معي في هذه السلسلة في أول فيديو. فنحن نربط بايونير بالحساب البنكي يعني مع الريب 24 رقم ستأخذه من البنك الخاص بك. إذن هذا كل ما يخص بالنسبة للمقارنة بين باي بال وبايونير يعني من ناحية الاقتطاعات ومدة إرسال الأموال. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.